نشجعوا الجميع باش يخرجوا يجريوا ويتمشاو ويديروا الرياضه. وعندنا كونسيبت في غابغان وهو لا سيليبراسيون، هو الاحتفال بمدينه الرباط والاحتفال بالعدائين مدينه الرباط. ملي تنقولوا احتفال بمدينه الرباط هي حنا تنبينوا هذه الاماكن الجميله اللي كاينه في المدينه اللي الناس يقدروا يمشيوا ويجريوا ويتمشاو ويديروا الرياضه فيهم، بحال لا فوغي هيلتون، بحال غابه هرهوره، بحال غابه معموره، بحال لو بارك حسن الثاني، بحال لا كورنيش دو غابا كي مانيفيك اللي فريمون جميله. هذه الاماكن اللي الناس يقدروا يمشيوا ويجريوا ويتمشاو، حنا تنبينوهم باش الناس تعرفوا عليهم ويمشيوا يكتشفوهم. والاحتفال بالعدائين ديال مدينه الرباط تنعنيو به الاحتفال ونبينوا شكون هما الابطال ديال مدينه ديال الرباط، شكون هما مجموعه العدائين اللي كاينين في مدينه الرباط، شكون هما المدربين اللي كاينين في مدينه الرباط، وباش الناس يقدوا يتعرفوا عليهم ويقدوا يتصلوا بهم مباشره. دونك هذه هي الاحتفال بالعدائين. من بعد العدائين ديال مدينه الرباط هما اللي غادي ينظموا هذا الويكاند ديال 12 و13 نوفمبر ديزاكتيفيتي دي غيكونوا منهم دي سورتي ديال 20 كيلومتر، 15 كيلومتر، 3 كيلومتر، 5 كيلومتر. المدربين غيديروا دي سيونس فيتنس ولا انيسياسيون فوتينغ في شي اماكن، في بعض الاماكن. وهادشي غيكون واقع في المدينه في جميع الاماكن اللي تنبينوا اللي دوينا عليهم في الاول، اون سيمولتاني غيكونوا اليوم السبت 12 نوفمبر واليوم الاحد 13 نوفمبر. فوالا، دونك الناس اللي غيتسجلوا باش يشاركوا معنا غيكون عندهم الاختيار اما يلتحقوا بالعدائين ديال مدينه الرباط في المكان اللي غيكونوا فيهم باش يجريوا معاهم ويتمشاو معاهم ولا يديروا معاهم التدريب، ولا يمشيو يشاركوا مع اصدقاء ديالهم ولا العائله ديالهم ولا مع الزملاء ديالهم في الشركه اللي يمشيو جميع يديروا الرياضه. دونك هذا هكا تتمشى بالتسجيل. حنا دابا حنا حلينا هاد ستوند دانسكريبسيون في غابه هيلتون ابن سينا اللي حنا فيها دابا تنديو منها، وغيبقى غنبقاو حالين حتى نهار السبت ونهار الاحد، والناس اللي تيتسجلوا يقدروا يجيو هنا ياخذوا التيشيرت ديالهم ولا يجيو يتسجلوا هنا معنا ديريكتومون في الستوند اللي عندنا. اغ دو اف سميه رابرانين فاميلي، واحد المجموعه ديال لي زاماتور اللي كيجريو. عندنا بزاف ديال النقط اللي كنجريو فيهم هنا في مدينه الرباط، عندنا هيلتون، عندنا دار السلام، وكنشاركوا في عده تظاهرات سواء على الصعيد الوطني، شاركنا في نصف ماراثون، ماراثونات، سباق ديال 10، دي تراين، وحتى الترياتلون. وكذلك عندنا عده مشاركات على الصعيد الدولي، دونك شاركنا في نصف ماراثون ديال اشبيليا، ديال فالونس، مدريد. والهدف من هادشي هذا هو نشجعوا الرياضيين باش يمارسوا الجري ويستغلوا هاد المدينه والفضاءات الرياضيه اللي عندنا في مدينه الرباط. هذا شرف لنا اننا نكونوا من المجموعات اللي غادي يشاركوا في الايفينمون ديال رباران. الكلوب ديالنا هو واحد الكلوب اللي تكري هادي واحد شهرين دابا، دونك بدا بواحد 30 واحد، والحمد لله الصدى ديالو ولا زوين ونيفو ديال المدينه، وقدر انه يجذب بزاف ديال الناس يجيو يجريو معنا. دابا كنجريو بريسك واحد 200 بيرسون. عندنا جوج ديال المرات في السيمانه كنجريو نيفو ديال الغابه ديال تامسنا، وكنجريو نيفو ديال البارك ديال تامسنا، وكنحاولوا نجريو في بزاف ديال الاحياء ديال المدينه، باسكو الهدف ديالنا عندنا بزاف ديال الاهداف. الهدف الاول هو اننا نشجعوا على ممارسه الرياضه داخل المدينه، والهدف الثاني هو اننا نخليو الناس يتشجعوا انهم يجيو ينضموا للجروب ديالنا، وعندنا الهدف عاوتاني ديال انه نخليو الاحياء اللي كنجريو فيها يشوفونا كنجريو نيفو ديال المدينه وينضموا لينا. دونك الهدف الكبير ديالنا هو اننا نشجعوا على الرياضه داخل المدينه ككل.